فتيات العالم وإن كان يجب أن أخبركم أم لا. تحدثي. حسناً، كنت البارحة في موقع المواعدة و... تعرفت على شاب أشقر. ديانا مثل سمايل؟ لا، ليس مثل سمايل. هذا الشاب أعينه زرقاء وطويل وممتلئ. بصراحة إنه وسيم. أوبا، سمعت ديانا تقول اسمي. غالباً يتحدثون عني. يا إلهي، فتيات لعب السلة يلوحون لنا. لا استدعيهم يلوحون لعب السلة، لا يعلمون أنهم لم يعودوا نوعنا المفضل منذ مدة. ديانا، سنأتي معك اليوم. لماذا؟ نحن أيضا نريد أن نلتقي بشباب جدد. حسنا فتيات. ديانا، إن كان لديك شاب أشقر عندها صديق يجب أن يكون أسمر. وأنا؟ وأنت كنبة ذو شعر أحمر ومنمش. شكرا صديقتي، مضحك جدا. مرحبا مرحبا، أنا وعائلتي نحب الحيوانات جدا، لذلك قررنا إنقاذ حديقة الحيوانات المهجورة هذا. قم بتنزيل لعبتنا كي تستطيع الاعتناء بكل الحيوانات وتساعدنا ببناء أفضل حديقة حيوانات في العالم. سوف أراكم في اللعبة. حسناً فتيات، اذهبوا سألحق بكم. براندي. حسناً فتيات، لا أستطيع أن أتحدث معهم، هيا اذهبوا. فتيات، مرحباً فتيات. مرحباً براندي. كما ترون أحمل هديتكم، هذه الحقيبة رائعة، كل شيء يتناسب معها. رائع براندي، سعيدة لأنك أحببت هديتنا. اسمعوا فتيات، لقد فكرت، هل نذهب لمكان ما؟ نحن صديقات الآن، يمكننا أن نتحدث. براندي تحاول أن تلتصق ببوني، تريد أن تنضم لهم، إنها منافقة. بدأت أسأم من براندي. براندي، تريدين أن يدوس فريقك علينا؟ انظري كيف ينظرون. أنتم أخبرتكم أن تذهبوا، سألحق بكم. ذاهبات. إنهم يغارون، لم يتقبلوا بعد أنكم أهديتموني حقيبة ثمنها $700. أجل، الغيرة أمر سيء. براندي، لم تخبرين الجميع عن الهدية التي أعطيناها لك خصوصا ثمنها؟ أتعلمين، إن توقفت عن التباهي لن يغاروا منك. فهمت، حسنا، أن نذهب للمدرسة معا لنتمشى معا. هيا. مرحبا فتيات، ماذا ستفعلون الليلة؟ الفتيات مشغولات الليلة. توقفي بلاندي، ليس لديك شيء لتفعليه مع لاعبي السلة. ومعنا أيضا. بلاندي، لا حاجة لتلتصق بنا، لديك فريقك. رأيتم، رفضونا مجددا. إنهم وقحات جدا معنا، ربما لديهم أصدقاء وآخرين. طالما نتعلم، إن كان للفتيات أصدقاء جدد. كيف أعرف بوني لم يعود يشاركون أسراره معي؟ سنكتشف الأمر. إن كان لدى عزيزتي صديق سأنال منه. لقد سئمت منك، يجب أن تنال من صديقك نوبا. أنا مصدوم، الفتيات مروا من أمامي ولم يلاحظوني، وأيضا معهم بلوندي. حسنا يانا، المسكرة، خذي لياليا وأحمر الشفاه. لياليا، آسفة على سؤالي الوقح، لكن لما قررت أن تتغيري من فتاة مجتهدة لفتاة فاتنة؟ من المجتهدة؟ أنا مجتهدة، أنا فقط فتاة ذكية وجميلة أيضا. أتعلمين ما هذا المزيج؟ الذكاء والجمال. ليالي، لا أفهم، هل لديك صديق؟ حسنا يانا، رغم أنك صديقتي لكنني لست مستعدة للكشف عن نفسي لك. ماذا تقصدين ليالي؟ تقولين أنك صديقتي المقربة ولا تخبريني إن كان لديك صديق. يانا، لن أخبرك عنه فقط، بل لن أريه لك أيضا، لأنك رأيته، إنه وسيم جدا، من يعرف، ربما تقعين في حبه. هكذا إذن لياليا، جدتي كانت محقة، أخبرتني أنه إن كان لدى صديقتك صديق عندها تنتهي الصداقة. خذي مكياجك والفاونديشن وخذي المسكرة بنفسك، لن أتحدث معك بعد الآن. أجل، إنها غيرة الصديقات. فتيات، فليهدئني أحد. لا داعي للقلق بشأن بلوندي تلك، ربما أصبح القائدة وأطردها. مستحيل، لن تكون القائدة أبدا، المجنونات جاءوا. أجل فروكس، مجنونات هذه المدرسة. فروكس، لما لا تلقون التحية على لعب كرة القدم؟ فتيات، لابد أنكم تفهمون أنكم تزعجون الفتيات اللواتي مزاجهم سيء. ستدخلون الآن في لائحة سوداء. وإن دخل أحد في لائحة سوداء فروكس عندها؟ عندها ماذا؟ بلوندي مع بوني. اتضح الآن لما مزاج فروكس سيء. فروكس، لما تقفون هنا مثل الجدار؟ افسحوا لنا الطريق للخزانة. حسنا، دعونا نوضح الأمور. بلوندي، اختاري، إما مع بوني أو مع فروكس. بلوندي، ماذا تفعلين؟ أنت مستعدة لخيانة الفريق لأجل حقيبة. فروكس، جميع الأسئلة لبلوندي. بلوندي، اهتمي بفريقك، افسحوا الطريق. طبعا، سئمت من فروكس.
ما المشكلة فتيات؟ بلاندي ربما حان الوقت لنغير القاعدة. أنت تركضين خلف بوني، هذا مثير للضحك. هل نسيتي إنهم منافساتنا؟ ماذا تفعلين؟ فتيات أعلم أنني مخطئة، أنا ضفدع لكنني أشعر وكأنني أرنبة، لا أعلم ماذا يحدث لي. عما تتحدثين؟ تشعرين وكأنك أرنبة؟ يبدو لي أنه يجب أن نتحدث بجدية مع قائدتنا. لنتدرب. يا إلهي، هل رأيتم هذا؟ من المؤسف أنني لم أصور، فروك سحب قائدتهم. لديهم قائدة خائنة. حسناً وأخيراً، يسهل التنفس الآن. أتساءل لما بلوندي ملتصقة معنا؟ أجل، إنها غريبة. حسناً، لقد فاجأناها في عيد ميلادها. يمكنها إلقاء تحية وتحدث لكن لا أكثر. فتيات، أتظنون أن بلوندي تريد أن تنضم لفريقنا؟ لا ناسيا، لا تسمح لهذه الأفكار أن تزور عقلك. مشجعات فروكس لا يمكن أن يصبحوا مشجعات بوني. ديانا مرحبا. ماذا؟ ما كان هذا؟ ألقيت التحية على قائدة بوني. ديانا صديقك السابق. أشعر أنك سمعت. فتيات لنذهب من هنا. لحظة ناسيا، أشعر أن لورين تريد أن تقول لي شيئا. أستطيع رؤية هذا. ديانا، ألا تريدين أن تقصي شعرك قليلا؟ وإلا فأنا أخاف أن أكون معك في نفس الغرفة. أنت تمشين وتكنسين الأرض. لورين اسمعي، ليس عليك أن تظهري غيرتك من شعري الجميل هكذا. بالمناسبة ديما تبدو وسيماً اليوم. شكراً ديانا. ماذا؟ أينها تسخر؟ أنت غبي ديما. لورين لا تتحدثي معها بعد الآن، لقد نالت منك. أنا أعلم. شباب انظروا، قاعة رياضة هذه للجميع، ليست فقط للمراهقين بل لنا أيضاً. لا، لا يمكننا البقاء هنا. قاعة رياضة في الطابق الأرضي ونحن ندرس في الطابق الأرضي، إذن تنتمي لنا. إن جاء لاعب كرة السلة وأخبرونا أن نخرج سأنهض وأقول أخرجوا أنتم. أجل، هذه الأرضية وهذه السلة. أشعر وكأنني لاعب كرة سلة حقيقي. شباب أمل لا تمنع ديانا لأنني أخذت أدوات تشجيعها، سأكون مشجعة. هيا زومبي رائع، زومبي مذهل، زومبي حتما سيفوز. سيفوز. زبرة رائع، زبرة مذهل، زبرة لا ينقهر أبدا. زومبي حسنا، أين هم؟ ربما في الفصل، لنرى ماذا لديهم في الخزانات. أوه، رائحتها سيئة. طالسمان، هل تعلمون أنه من السيء فتح خزانات الغير؟ طالسمان، لن تخبر الزومبي أننا فتحنا خزاناتهم. حسناً، أنا لست واشن. شباب سمعتم، تالسمان ليس واشن. أحسنت أيها الأرنب. شباب لنتدرب. زبرة رائع، زبرة مذهل، زبرة لا ينقهر أبداً. زبرة رائع، زبرة مذهل، زبرة لا ينقهر أبداً. زبرة رائع، زبرة مذهل، زبرة لا ينقهر أبداً. أوه، مرحبا لاعبي سلة، العبوا معنا. أيها البهلوانات، يبدو أنكم أخطأتم العنوان. هذه قاعتنا، أين قيل لكم أن تكونوا قرب خزاناتكم؟ اخرجوا بأنفسكم وإلا سأخرجكم بنفسي. زوب، ماذا قلت؟ ماذا ستفعل؟ سأفعل. بصراحة هذه قاعة رياضة جميع. زوب لن تفعل. لا تقلقي، كل شيء سيكون بخير. أنتم اخرجوا من هنا، واضح؟ الزومبي استولوا على قاعة الرياضة. اسمع، هل فرشت أسنانك؟ رائحة فمك كريهة. لا تتحدث معي. حسنا، لن نتحدث معك. تعلم أين هو المخرج؟ أم يجب أن نريكم؟ وأنت يا صاحبة الشعر الأخضر، ضعي أدوات التشجيع هناك، إنها لا تعود لك، إنها تعود لفتاتي. لما أنتم قصة جدا، ما خطبكم؟ هؤلاء صغار وقحون، تسببون الكثير من المشاكل. حسنا، أجل، أيها الزومبي أخرجوا من هنا. أعطيني الكرة واخرج. سنرحل لكن فعلتكم ستبقى في ذاكرتنا. لقد ذهبوا. إنهم يتباهون لأنهم كانوا يواعدون مشجعات بوني. هذا ليس مكان الزومبي. شباب في رأيي كنتم قساة جدا معهم. إن شعرت بالأسف عليهم اذهب والحق بهم وواسيهم. أجل، لم يفعلوا أي شيء غلط، كانوا فقط يريدون ممارسة الرياضة. أتعلمون فتيات، لقد سئمت من تلك الشقراء لورين، كنت أريد أن أنال منها حقا. أوبا، من؟ فتيات، أرسل لي الشاب الأشقى الرسالة. ديانا أرينا صورته. كنوبا، فقط أعديني أنك لن تقولي أنه يشبه لأحد ما. أعدك. حسنا، إذا انظري. ديانا، إنه نسخة أسماين. ديانا أريني أنا. مثل أسماين. لا كنوبا، هذا اثنان في واحد، تيمور وأسماين. حسنا، لا أعلم، بالنسبة لي يبدو مثل تيمور لكنه مختلف. حسنا، أكون اليوم أمامنا، سنتمشى ونحن جائعين.
فتيات بالطبع سنأكل، لنطلب 3 سلطات بالجبن. هناك طلبات من جميع الطاولات. بيتا، يبدو لي أنك مؤخرا تريدين أن تبقي بدون راتب. ماذا؟ لا شكرا، ساخنة. لما لم تنظفيه؟ لا أملك الوقت لأخذ الطلبات وأنظف بعد الجميع. أنا حقا لا أملك الوقت. أنت لا تعملين جيدا. تعلمين أن المقهى يجب أن يكون نظيفا. سيتوجب علي أن أختار مساعدة أخرى في هذه الحالة. إن أحضرت مساعدة أخرى سأرحل للأبد. راين، أخبرني، هل هذا عادي؟ كانت صديقتي المقربة وأخفت عني أن لديها صديق لأنها خافت مني أن أسرقه. يانا، إنها ليست صديقتك، يمكنك أن تبكي علي. راين، ما هذا؟ راين، أستطيع أن أكون صديقك. راين، تصبح صديقي، هذه فكرة رائعة، لأنك لن تخاف مني أن أسرق صديقك. يانا، بالطبع، وأيضا يمكنني تعليمك أشياء عن الموضة. تذكرين أنا؟ على الموضة. الفأرة لديها صديق جديد. أجل، ياليا ويانا لم يعودوا صديقات. هذا أفضل، لأنه عندما يكونون معا إنهم كالأفاعي. ماذا قلتي الآن؟ سيأتي صديقي عندكم. يانا، أنا رجل مهذب، لا أخوض في شجارات. شبابي، لم تكن جولي عندها؟ عندها لا حفلة. لا، الحفلة ستكون في منزلي وليس في منزل جولي. بروفاسي، صدقني، حفلات جيجي رائعة. عما تتحدث؟ لقد كنت في حفلة جيجي. الفقاعة والبط في الحمام لا يثيرون إعجابي. أتظن أنك أصبحت كبيراً؟ أفضل أن أبقى في المنزل وأشاهد أفلام الرعب وأكل البوب كورن. بروفاستي، لسنا أصدقاء. بروفاستي، ستشاهد منشوراتنا وسيسيل لعابك، لأن الحفلة ستكون رائعة. تريدون أن تطلبوا بيتزا؟ ما ختم مزاجك؟ أنا سأريد أن يحضر مساعدة جديدة. ماذا؟ حسناً، لا، لن تكون هناك أي مساعدة جديدة. نحن نحب أن تكون نادلة واحدة تخدمنا، وهي بيتزا. أخبريه هذا. وأيضاً، إن أحضر مساعدة أخرى لن نترك بقشيشاً أبداً. بيتزا، لقد تعودنا عليك ونحن نحبك. شكراً فتيات على مواساتكم، لكن تعلمون أي صارم. لم أملك الوقت لأمسح الشوكولا الساخنة وبدأ يصرخ علي. يحب عمله كثيرا، هذا واضح، لكن بيتزا، لا تحزني، إن حدث شيء تعالي عندنا، ستكونين المشجعة الرابعة لبوني. واو، لكن آيس لن يدعني. عندما تصبحين مشجعة لن تهتمي. شكرا بوني، حسنت مزاجي. إذا ما طلبكم؟ 3 سلطات جبن. حسنا. أبي، مرحبا، اصنعي بيتزا الخضروات لعشاء الليلة، أنا أحبها. ماذا أفعل؟ أنا أتفقد الدفاتر. مرحبا معلم مايك، تحتاج المساعدة؟ لحظة أبي، أجل، بيتزا طماطم. ليالي، لما تركضين هكذا؟ أو بالأحرى لا تركضين، بل ترفرفين. معلم مايك، ما رأيك؟ لما الفتاة تكون في مزاج جيد؟ ليالي، هل أصبح لديك صديق؟ أجل معلم مايك، وأخيرا. حسنا ليالي، هذا جيد، لكن ماذا إن أثر هذا على دراستك وتقدمك الأكاديمي؟ معلم مايك، لدي صديق منذ 2 أسبوع، كما ترى لم يؤثر على شيء. لا أثر على صداقتي مع يانا، لم نعد صديقات. ليالي، ماذا تقولين؟ لقد كنتم صديقات، فئران، قويات. حسنا معلم مايك، الآن لسنا صديقات، الآن هناك فقط أنا وصديقي ونحن معا، ويانا لا تناسبني. حسنا ليالي، أشاب وشاب، لكن تحتاجين لصداقة طويلة الأمد. ماذا إن تركك غدا؟ معلم مايك، صديقي لن يتركني، بالمناسبة سنتزوج الصيف القادم. حسنا ليالي، فهمت، لا جدوى من إقناعك. خذي دفتر بروفاستي واسأليه ما الذي رسمه هنا. حسنا معلم مايك، سأتحدث مع بروفاستي. حسنا، سنذهب لغرفة الملابس ونسأل المشجعات سؤالا مباشرا. فتيات، لديكم أصدقاء جدد؟ ماذا إن لم يخبرونا؟ عندها سنرى ذلك في عيونهم، إنهم لا يعرفون الكذب. أتعلمون، فهمت أننا فاشلنا بدون مشجعات، قلت هذا منذ زمن. لعب السلة بدون مشجعات ليس فريقا. حسنا شباب، إن كان لدى فتياتنا أصدقاء، عندها سنعيقهم عن رؤية فتياتنا. حسنا، هيا لغرفة الملابس لنتحدث مع الفتيات لنعرف الحقيقة. تبا فتيات، أنا مصدومة، هذا الشاب يظل يراسلني. اتصلي به، كيف وصلته؟ لا أعلم، لما أتحدث معه من قبل، فقط نتراسل. حسنا، سأتصل به الآن، مكبر الصوت. أجل شغليه. ألو، مرحبا أيتها الجميلة، هل نخرج في موعد اليوم؟ اسمع، مرحبا جاستن. حسنا، أنا مستعدة لأخرج في موعد، لكنني لست بمفردي.
لدي صديقتين يشعرون بالملل حقا. هل لديك صديقين وسيمين أولاد؟ هل صديقاتك جميلات؟ أجل جميلات جدا. مرحبا فتيات، لا تطردونا، نريد أن نعرف شيئا. ديانا انظري في عيني وقولي الحقيقة، هل لديك صديق جديد؟ ألو ديانا، ألو، هل نخرج؟ شباب كيف عرفتم؟ لقد كان هذا واضحا، والآن سمعنا أيضا، أكان هو؟ ألو ألو، ألا تعلمون أنه غير آمن للخروج مع الغرباء؟ ديانا تحدثي معهم، سيفسدون كل شيء مجددا. اسمعوا لعب السلة، لسنا غبيات ونحن نتحدث مع الأولاد الجيدين فقط. هذا صحيح، وعدناكم وكل شيء كان بخير. سنخرج مع شباب آخرين، لديكم الحاسة السادسة. ديانا أي موعد؟ لم تسمعي صوته؟ حسنا فتيات، تعلمون لن تذهبوا لأي موعد، لن نسمح لكم، نحن قلقين عليكم. لقد تحدثنا لاعبي السلة. لا حسنا، لقد سئمت منكم، هذا حقا مبالغ فيه. اسمعوا، أنتم لستم والدينا ولا إخوتنا، نحن في نفس الفريق معكم، هذا كل شيء. هيا اخرجوا من غرفة ملابسنا، وسنخرج اليوم في موعد مع هؤلاء الأولاد. بالمناسبة أصدقاؤنا الجدد أفضل منكم بكثير. أتعلمين، رأيت الكثير من الأولاد أفضل مني، لكن جميعهم تحولوا لأغبياء. اسمايل عما تتحدث، أنا صديق ديانا. اهدأ، لا أنا ولا أنت أصدقاؤها. اسمعوا فتيات، إن وعدتم شبابا آخرين لن تعودوا لنا، ولن نوعدكم أيضا. ألن نذهب في موعد بسببهم؟ كنوبا بالطبع سنذهب، لا أحد سيلغي موعدنا. بالمناسبة إن كان لاعب السلة يتباهون هكذا، سنقدم لهم أصدقاءنا لكي يتعلموا درسا. شباب أتظنون أنه يجب أن نبدأ علاقات جديدة أم نعود لعلاقاتنا القديمة؟ أجيبوا في التعليقات، دعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقا، وداعا.